اخوتي ضيف مميز تعودتوا عليه وبتحبوه كثير، ابونا جوزيف سويد. الله معك. الله حفظك. نحن جاهزين. بدي بارك لك بالكتاب ابونا. ثانك يو. ثانك يو. ان شاء الله يعجبك. رح ابلش اقرا فيه. 33. 33 عمر المسيح. و33 شو كمان؟ شو عملوا 33 سنة بالعالم؟ ليك ما عملوا شيء. بعده العالم هو هو. ما بعرف إذا أكيد عملوا بعالمنا المسيحي عملوا، بس بالعالم بدك تشوف ثمار، بدنا نشوفها شو عم تعمل فيك وفيي وبهالمسيحيين. إذا المسيحيين ما شهدوا بالعالم، 33 رح يكونوا عن جد عملية مجرد أنه مرق الله على العالم ونحن ما عرفنا استثمرنا مروره. هيدي الكارثة. 33 أنا بقول، خليني أقول 30 سنة كان، أو 30 من الفضة نبيع يسوع. نحن ب30 عم نبيع، بعدنا بيعين. بعتذر بيير، أنا ماني من الأشخاص اللي بيسيروا وماني من الأشخاص اللي بيعملوا أشعار. بعدني شايف كتير مسيحيين بيعين، بيعين بكل معنى الكلمة، ما عم بيعرفوا يستثمروا لا العمر تبعهم ولا الاستثمار إذا بدك المواهب، الطاقات، الوزنات اللي هو كان إنجيل نهار الأحد. ما عم نعرف نستثمر عمر يسوع اللي هو عمر كان هيك بيزلزل. بعدنا بيعين، عم نبيع بيعين هوا بالألف مقصورة، بيعين بكل الأشياء منبيع ومنشتري بي مثل كأنه نحن بالسوق. صدقني بس بلبنان ما عنا هيك بيعين قد ما بدك. بيبيعونا حكي، بيبيعونا أحلام، صايرين عن جد منبيع الهوى عم نبيعه. ليك أبونا بيير، أنا من الأشخاص اللي ما عندي مشكلة مع السياسيين، وبتعرف بستضيفهم وبحبهم، بس بدي أزرع بقلوب السياسيين هال 33 سنة. بتعرف بدك مش بس تحطهم مثل بذري، بدك تحكيشهم إذا بدك هيك، لحتى يصير إنسان منتلي من هال 33 سنة اللي الله ضخهم بعروقنا وبعروق الزمن، بعروق التاريخ. نحن لسوء الحظ، أنا بتطلع بالمسيحيين اليوم المسؤولين بالحكم على مر تاريخ لبنان، بقول يا ريت عرفوا يكونوا مسيحيين على حسب قلب الله، قادة على حسب قلب الله. كنا اليوم عن جد بعالم، ما بدي سميه مثالي بس بدي سميه بعالم راقي، مخمر، مقطر. كنا فينا نقول شرقنا مسيحيي لبنان هن الكرامة تبع المجتمعات، ولازم يكونوا هن اللي عم وطن الرسالة. يعني وين رايح؟ وطن رسالة عم بيدفشوا عمل الخلاص على هالشرق، يطعموا تطعيم. تعرف كيف بتطعم الشجرة، بتطعم الولد الطفل. كنا لازم نطعم هالشرق بحدث القيامة، بس نحن ما عرفنا. نحن كنا بيعين لسوء الحظ، عم نبيع ونشتري حتى بالمطارح اللي ما بقى ممكن تبيع وتشتري فيها. عرفت كيف؟ يعني وقت تيجي بتطلع وبتقول بيير أبونا، وقت تيجي بتقول يا خيي الهوى بينباع، لا، أنت بدك تبيع الهوى، بدك تبيع المي، بدك تبيع صرنا بيعين بكل شيء. ما بقى عنا شيء إلا ما بتشتري، وعم تشتري يعني قديش مكلف، قديش عم بيكلفك. مش الكلفة هاي، قدي بيكلفك جهد إنه لحتى تكون عايش بكرامتك بمجتمع، وأنت منك مضطر هالقد تتعب وتشقى تتعيش ببلدك، بوطنك، بأرضك، ببيتك، برعيتك. منك مضطر هالقد تتعب وتشقى. الحياة فيها كتير شقاء بكتير مطارح. لازم تكون مرتاح حتى تقدر تعطي وتثمر، وساعتها تقطف الدولة منك. بس وقت الدولة هريتك، الوقت العمر كسرك، بتطلع على شغلك قرفان، بترجع من شغلك قرفان، بتفوت على بيتك قرفان، بتعمل يمكن هيك صدمة لأهل بيتك، بتطلع من بيتك شبه عايش حالة طلاق غير معلنة. عيب نحكي بهذه الأشياء، بس هيدا اللي وصلونا لإله. الضغط النفس اللي عملوه الحكام اليوم، مش بس بلبنان، بالعالم، كلف البشرية حالات شاذة قد ما بدك. كلفنا الإعلام مدمر، كلفنا بيوت مشلعة، كلفنا كهنة على مستوى هابط، كلفنا شبيبة بحالة هريان وفلتان، كلفنا علاقات
بين الجيران بين الأقارب مشلعة وكله ناطر على سلاحه إذا بتحكي لأعم. يعني هيدي الحالة اللي أنا بقول لك لا منا حالة قيمية. ومين بده يعمل حالة قيمية؟ مش الكنيسة بس، حكام اللي بعتتهم الكنيسة، صدرتهم الكنيسة من رحمة، من معموديتها، من منبرها، لأنه أنت بتعرف توقف قدام الكبير والصغير، قدام الشاب والصبية، قدام الختيار والكهل، قدام اللي بيعطيك حالة سياسية، قدام السياسي وقدام المبدع وقدام الفنان، بتقعد بتعصف فيه كلام حياة وكلام الإنجيل وكلام قيامي، بتصدره على الدولة. إذا هيدا اللي أنت عصفت فيه من هو صغير من رحم الكنيسة ولد وكبر وصار قدامك رجل سياسي متمرس، إذا بدك ما بده يطلع على مقياس يسوع المسيح، و 33 سنة انغرفت غرف وبكلت حياته، ما بعرف شو رح يطلع. مرتزقة أبونا، الناس ناطرين حكومة، لبنان شو ناطر من الناس؟ مهضومين أسألتك بارفيار. لبنان شو ناطر؟ أو شو ناطر من شعبه؟ لبنان ناطر، لبنان بالحقيقة عم بيتنفس مرارة. بدي أقول تعبير يمكن ما تحبه، بس الناس يمكن هيك عن جد حسينه. أنت بس تضطر تاكل شيء على أساس أنه healthy food، طعام مفترض يعطيك غذاء، وقت اللي بتاكله بتحس أنه انضريت، لأنه وقت اللي بنشوف على اليوتيوب شو عم بطعمونا حكامنا والانتباه والرعاية، وبتعرف النقابات وغيرهم اللي بيجتمعوا حتى يحكوا كل شيء إلا بصحة الإنسان وبرقي الإنسان بتنضر. بس ينضر الإنسان شو بيصير بحياته؟ أول شيء بيصفر، ببلش يستفرغ، ببلش يتغير، ببلش يحس بالعيان، بحس إنه في شيء مخربط بجهازه كله سوا، ومرات بيتسمم. نحن بحالة العيان ما عم تخلص، نحن بحالة سم ما عم بيخلص. بتعرف لو ما نحن شعبنا لبنانيين ناس قياميين بكل معنى الكلمة بيير، وهيدي بحمل مسؤولية لكل حاكم يسمعني اليوم، كان شعبنا من زمان مش بس تسمم وراح فطس وكان خلص الشعب، من زمان شعبنا كان خلص أبونا. وأنا عم أقولها هاي على هوا اليوم، بس تطلع شو عم بيأكل اللبناني وشو عم بيتنفس اللبناني، والسموم اللي ماشي بعروق هيدا الشيء اللي اسمه وطن الرسالة، وطن الأرز، بتقول كيف بعده مستمر اللبناني؟ كيف بده يستمر لبنان إذا لبنان عم بيطالبك كلبناني يعني إنك تكون ليك؟ بتعرف مرة سألوني عن هيدا، هلأ تذكرت، قلت لهم بين لبنان واللبناني في ليه، ورسمتها، هلأ عم برسمها. بتعرف هيدا الرسمة شو بترمز؟ للسفينة. تتذكر السفن الفينيقية كان عندها راس إذا بدك، وبعدين عندها الحضن مثل ليه تقريبا، مثل ليه. قلت لهم بين لبنان واللبناني في هيدي السفينة، سفينة الخلاص هي يسوع المسيح وكنيسته. بدكن لبنان، بدكن كنيسة لبنان، بدكن تصدروا الحرف مثل ما الفينيقيين بهيدي الياء إذا بدك، اللي عطية ثقافة، عطية حضارة، عطية رقم، عطية حرف، عطية حياة للعالم. بس نحن اليوم نجي نطلع بين اللبنان واللبناني في طلاق، اللبناني مطلق لبنان، بعتذر أولى. تعرف شو يعني مطلق؟ لأنه ناطر، بس مثل كأنه بس هو ما عم يعطي. أبونا بيير متخاذل عن دوره. برافو عليك أبونا بيير. أنا اليوم بس أحكي عن طلاق بكنيستنا، عم بيصير في كتير طلاقات أبونا. ليش؟ بقلوا لأنه لبنان أو اللبناني طلق لبنان، عمل حالة فسخ زواج اللبناني عن لبنان. أنا اليوم بقعد مع شباب بقول له انت لبناني، بقول لي لا 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 خيلك، انا اخذ، انا صرت امريكاني، عندي كذا، انا عندي باسبور اجنبي، انا عم بجرب اسعى. لبناني طلق وطنه مثل ما الشاب او الرجال بس ياخذ اللي بده اياه من البنت اللي كان يحبها 10 سنين 12 سنه راكد وراها ورا جمالها ورا ورا ورا، اجت فاتت مره ثانيه، عمل ديفياسيون بحياته، راح حط حاله بحضن هذيك المره، طلقها. يا حبيبي بس اللبناني يطلق لبنانه، اللبناني
يطلق لبنانه رح نوصل للكوارث. بدي أقول مش بس بلبنان، بالعالم. تعرف ليش بيربيير؟ لأنه اللبناني كان مقياس، لأنه اللبناني كان بإيد الله، بكف الله. أنا كنت أقول لهم فمن يستطيع أن يختطف من يد الآب شيئا؟ ما حدا. بس وقت أنت بتشيل إيدك من إيد الله، أعطيت صورة مرة قلت لهم أورشليم عروسة يسوع، كانت عروسة الآب، هو اللي بناها، هو اللي عرقها، هو اللي سكب فيها دمه. أورشليم وقت الوصل يسوع عليها بكي عليها. قلت لهم لبنان ما بقى حدا بترجيكم، ما بقى حدا يحكيني عن لبنان كأنه أهم من أورشليم بالنسبة لله. إيه لبنان مهم بالنسبة لله، بس منه أهم من أورشليم. أورشليم بكي عليها يسوع وقال لهم لن يبقى هنا حجر على حجر، رح يضايقوك، رح يضايقوك، رح يزنروك، رح يحاصروك، رح يدكوك بكل شيء، ومرن يبقى فيك حجر على حجر. طب هيدا لبنان وين رايح؟ إذا لبنان ما بده ضل فيه أمك وأمي وهالنساء الطيبين اللي بيصلوا، هالشباب اللي بعضهم بيروحوا على الكنيسة وبعضهم عن جد كمشين القصة، يعني من أهدابها هيك مثل كأنه مثل المرة الناس اللي بتيجي بتلمس طرف توب يسوع. لو ما بعد في طرف توب يسوع نحن معلقين بأهدابه، بعض الناس معلقين بأهدابه وبعد بيبكوا وبعضهم بيروحوا بيركعوا قدام الأربان، لبنان كان خلص من زمان. ليه؟ لأنه ما تركوا في شيء. أنا بقول لهم لبنان كله كسرات، ما بقى تحكوني إنه 30 و40 و50% من جبال لبنان، لبنان كسرات بالمعنى، بالمعنى الأدبي، مكسر، مخلع، ينزف. نعم لبنان ينزف. بتقول لي ما عندك رجا باللي عم قوله، لك بدنا الرجا، ما نحن عم نطلبكن، أعطونا إياه للبنان. ما يعني أكثر من جبران، عندكن لبنانكن وعند لبناني، عندكم مسيحكم وعندي مسيحي. عم تفهم وين رايح بيير؟ يعني أنا اللي عم بشوف إنه هيدا اللي بتعتبره أنت أحد أنبياء الألفية الثانية مثلاً، أو إيه بالثانية كان، إنه اليوم بيجي بتطلع بقول يا خيي شو هاللبنان اللي عم تعملوه؟ لوين أخدينه؟ حرام عليكم. شو هاللبنان؟ ليش خزقتوه؟ وين اللب بلبنان؟ أين هو؟ ضيعتوا له صورته الحقيقيه، عيب عليكم. صورته القيميه بال 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 بالشرق وبالعالم، خمرته الطيبه ولك طعمه اكله الطيب، هوان نقي اللي كانوا يستفادوه الناس، شو عملتوا فيه؟ وين اخذتوه؟ مين اخذوا؟ انا وانت، انا وانت اخذناه. ايه بصمتنا يمكن مرات. انا لا ما عم بعرف اصمت، بعتذر، ما بدي اصمت، وما بدي اعمل مثل ما بيقولوا مثل اليوم بين 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 المملكه وتركيا وترامب. انا عن جد بقول يعني المشكله الكبيره لنا تركيا ولنا سعوديه، هو الملك. مين الملك اليوم؟ ترامب. انت اللي قاعد على عرش، انت اللي بتجي بتقول نحن ما فينا لأنه عنا مليون، عنا 600,000 رح يأكلوا من هالمليار ونص اللي بدنا نجيبهم للتسلع. يا حبيبي لحظة 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 لحظة، في 600,000 أمريكاني في صفقة بينك وبين السعودية تنفترض على قضية. طب لحظة بس، أنت شو هويتك؟ أنت مين؟ مش أنت اللي حطيت الحريات؟ مش أنت مش على الحرية؟ مش انت المقياس؟ مش انت الملك اليوم بالعالم تعتبر حالك؟ لا لا ما بقى في ملك. بعتذر قلك انا مبلوم ان كان الرياض او تركيا. تركيا بدت تشيل مكاسب اكتر لها، مبروك عليها من وراء قضية الاعلامي بفهمها. السعودية صار في خطأ، صار في جريمة، صار في فليكن نينتهم اليوم بصراع. انا ماني جاي احكي عنهم، أنا اليوم عم بتأمل وشوف هيدا البطل اللي اسمه أمريكا، اللي اسمه، اللي اسمه أنت المقياس تبع الحريات، تبع الكرامة، تبع 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 كل شيء اسمه حرية الإنسان وحرية الصحافة وحرية كذا، ولك أعطيه موقف، موقف مش خائز، مش ما فيه تراجعي، منه موقف في إنك مثل كأنك واحد. خلونا نمرق الصفقة، مش هيك بتصير الاشياء. صرنا ثلاث ارباعنا جماعة صفقات. هذا اللي بيخلي لبنان
يهبط بيير. أبونا أنا من الأشخاص اللي بقول حلو الإنسان يعرف هو شو هويته. أنا شو هويتي اليوم؟ أنا كاهن. أنا كاهن وين؟ أنا كاهن اليوم بلبنان. أنا لبناني. وقت بتضيع هويتي بهذا المطرح، ضاع يسوع معي، ضيعت يسوع، الله ضيعته، ضيعته من حياتي، وعم ما بقى حدا رح يصدقني، ما بقى حدا بيصدقك. بس تضيع انت يسوع، ما بعود يسوع ينقح على وجهك، العالم ما بتعود تصدقك، ما بتعود تصدقني، ما بتعود تصدق البدلة، ما بتعود تصدقك. بتصفي انت كذاب، بتصفي انت فريسي، بتصفي انت من هيدول البياعين. انا ما بدي بيع العالم حكي، انا عم بحكي حقيقة، والحقيقة بدها رسل، بدها ناس يجاهروا فيها، بدها نحن رسل لشو؟ للقيامة. بدها تيجي تقول قتلتوه للرب. ايه بس في كتار مثل الرب عم تقتلون بذات الاسلوب، بذات الطريقه، وبعدكم لليوم مثل ما عملتوا مع الرب. بدنا نخفي هالجريمه، وبدنا نظبط الجريمه، وبدنا ندوزنها للجريمه، وبدنا نتبلها جريمه جريمه. بالنهايه هذا هو الرب يا حو. انا ما عم بشبه ولا حدا بالرب، بس عم بقول لبنان يغتال بذات الطريقه، وبدنا نلاقي له لبنان. ما بدي احكي عن دول العالم شو عم بيصير فيها من جرائم، ما بدي احكي عن شو صار بسوريا وبالاردن وبالعراق وباليمن وبالسعوديه ما بدي احكي عن هدول، انا عم بحكي عن لبنان. لبنان اليوم يغتال، يقتل، يصلب، يهان. اللبناني يهان بقلب وطنه، وبالنهايه لبنان يوضع في القبر. ما بقى حدا يقول لبنان بغرفه العنايه الفايقه. قتلتوا لبنان، بس أنا بدي أوعدكم من على هالمنبر، لبنان سوف يقوم، ورح يدمركم. قيامته رح تزلزل ورح تدمركم، ورح تقول اح لك أنا وين صرت. أنا بسألك بيربيير، بعد في حيالله واحد لعب برزنامة لبنان، لوت حاله بلبنان، منخض وتزلزل وأركانه كلها تشلعت. بس مش بس لبنان، كل إنسان. أنا بستشهد باللي قاله ربنا بسفر التكوين، قايين قايين أين أخذ. كل إنسان رح يلوت إيده بإنسان، لأنه هيدا ملك الله مش ملكك، ولا ملك البشرية، ولا ملك ترامب، ولا ملك رئيسنا، ولا ملك ما بعرف مين، ولا ملك أي نيب. كل إنسان رح يلوت إيده بدم إنسان آخر، الرب رح يصرخ فيه قايين قايين وين خيك. دم خيك عم بيصرخ لي من الأرض. هيدي ما صارت مرة بالتاريخ وخلصت، هيدي رح تصير كل يوم. دم خيك عم بيصرخ لي من بطن الأرض. بتكرهه لخيك؟ ايه قايين كان يكره خيه هابيل، بس دمه رح يصرخ لي من بطن الأرض، وانت رح تضلك هائم على وجه العالم، على وجه هالأرض، وعليك علامة. ما حدا بدي يقتلك، ما انا ما بدي يقتل حدا، ربنا ما بدي يقتل حدا حتى القاتل، بس انتبه بده يزلزل في أعماقك حدث القيامة، لأنه هيدا اللي مات هيدا مات بالنهاية، بس هيدا كمان صار بمصاف، أو إذا بدك باللينيه تبع الأشخاص اللي كانوا قبل يوماته. أنا ما بدي بري حدا، بس بدي أقول كان في بريء اسمه يسوع المسيح، وفي بريء اليوم اسمه لبنان، وفي بريء اليوم، بريء عن جد إنوسان اسمه اليوم، العالم التعبان اللي عن جد قالوا عنه انه هو بغرفة العناية الفايقة، او انه وصل لبنان على المهوار، او انه لبنان واصل على لحظة. انتوا قتلتوا لبنان، ولكن الرب قادر يقيمه، ورح يقيمه غصب عنكم. حلو. لانه هذا لبنان ربنا عم بمرقه، بتعرف قصة المعمودية، بمرقه بالموت تيرجع يولد من جديد. بس هالمرة بقى اللي بده يولد، بده يولد من رحم كل هيدا اللي انتو وصلتوا عليه، ورح يولد من جديد عن جد مع جيل جديد. هيدا اللي عم بستثمر فيه انا وانت من خلال الاعلام، بده يولد مع كهنة جديد، جيل انجيل، ما بعرف اذا جيل انجيل، مع كهنة جديد، مع علماء جديد، مع شعراء جديد، مع بدنا نطلع من 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 رحم جديد، بجوز ابونا ثقافة جديدة. نحن بعاجي لثقافة جديدة اكيد، ولكن اكيد بيير. سؤالي، اذا كان عندك وسط سياسي بيشبه بعضه بكل الصفات اللي عم نجرب نلزقه فيها، طيب كيف بده يطلع او بده يوصل واحد لفوق تيعمل هذا التغيير، او مجموعه
مش بس شخص. بدك تتفاجأ من جوابي وما بتتأثر أو بتحافظ على وجودها بدون ما تتأثر. رح تتفاجأ من جوابي ورح يتفاجأوا العالم، بدي يقولوا هذا اللي حكي بالأول هلأ عم بيحكي بهذه الطريقة بالتالي، يعني بالقسم ما بعرف إذا قسم الثاني أو قسم ليك. أنا اجتمعت بأغلب السياسيين، قعدت معهم على الطاولة على الهواء وتحت الهواء، اكتشفت شغلي بيير، اكتشفت أنه كل السياسيين بلبنان، عم بحكي المسيحيين ما بدي أحكي عن السياسيين البقوي، أنا علي على بجامعتي بخرافي، اكتشفت أنه كل المسيحيين اللي قعدت معهم ناس ولا أطيب من هيك. رح تتفاجأ ناس فيهم روح الله بشكل رهيب، بيحكوك بيسوع المسيح، بيخجلوك، بيعرفوا أكتر من كتير من الكهنة لأنه بيقروا، وبيعرفوا أين ضميرهم مخضوض وأين عم بيشتغلوا لمصلحة العالم. وبدي أقول لك اللي فاجأني أنه ما قعدت مع ولا زعيم مسيحي وقال لي لك بيني وبينك out of record نحن عم نشتغل غلط، كلهم مقتنعين انه طريقتهم هي الصح، اسلوبهم هو الصح، منطقهم هو الصح، وعم بيشتغلوا لمنطق صدقني ورح تتفاجأ كأنه هيك الله بده منا. شو المشكلة؟ المشكلة انه الكنيسة اليوم كان لازم تعمل مقياس. انا ربيت ثلاث ارباع السياسيين ووصلتهم للحكم، وبدي اقول لك شغلي ابونا مش 98.90 ولا 99، 100% من هيدول الحكام 100% بيطلعوا بيقعدوا بين ايدين غبطة امين البطريرك، المطارني، الكهنة، اللي لا في شي واحد منهم ما بيقدس كلهم بيقدسوا، العالم تنكرهم اذا ما بيقدسوا، كلهم بيقدسوا، قعدوا بين ايدينا. يا هل ترى عرفنا نكون على حسب قلب الله نحن كأكليروس، أنا ما بدل على العالم بدل على حالي، عرفنا نكون بحسب قلب الله وما نساوم على قضية يسوع المسيح ونحط مقاييس جديدة وقل له لهالزعيم السياسي ايه بس اللي عم بتقوله رح اخده فور جرانتد. أنا بقول لك غبطة أبينا البترك يا ما مرات عرفت عنه من مجالسه أصدقائي اللي بيحيطوا فيه، وأنا دايما بسأل عنه لأن بهمني صحة تعليمه بياخد منه، ياما مرات هز المسمار، تأمل بعيزاته. أنا بس بقول له نهار الأحد عندي بس 10 دقايق بدي أخد الجزء من مصدره، شو قال البطرك؟ بدي أقرأ الرسالة، لأنه بتعرف الإعلام بيوصل لك فكرة، بس أنا بدي أقرأ الرسالة. أنا من الأشخاص اللي بيتابعوا التنشئة المسيحية وبشوف شو حكي غبطة أبينا البطريرك، في شي مرة ساوم على قضية إنسانية أو اجتماعية أو وطنية؟ طالما لقى، طالما ولا مرة ساوم، بس بدك مين يقرأ؟ بدك إذا أنا ما ساومت وعطيت الحقيقة، بدك إنه هيدول الناس اللي مفكرين هن الحق كلهم والحق عندهم وغيرهم ما معه حق، بدك يعرفوا إنه في حق يعلو على كل حق أنت بتعرفه بيلاطس بيعرفه، في حق الحاكم الحق بيسأل بيلاطس يسوع. ليك لحتى اقول لك بس تفهم الفكره، يفهموها الناس ما يفكرون عم نحكي. سالوا بيلاطس ليسوع سؤال واحد ما جاوب عليه يسوع، قال له وما هو الحق؟ سكت يسوع، السؤال الوحيد اللي بقي بلا جواب، ما جاوب يسوع. تعرف ليه ابونا بيير ما جاوب يسوع؟ لانه الحق عندكم انتم الحكام غير الحق اليسوعي. بدك تعرف الحق حقيقه، بدك ترتقي يا هالحاكم مش للحقيقة اللي انت بتعرفها واللي انت رسمتها واللي انت صرت مرتاح عليها انه ضميرك مرتاح قدام الله والناس. الحق الحقيقي هو انك عن جد تشوف الناس بمنظار يسوع، بعيون يسوع، بقلب يسوع، بمقياس يسوعي، مش بمقياس اذا بدي سميها مقياس الكتب واللي تعلمته، بمقياس كلمة الله. هيدا اللي بيخلي تختلف. انا شفتهم طيبين، انا بعرفوا الناس طيبين بحبهم، بس بدي اقول لك مسؤوليتنا نخليهم يرتقوا الى منطق الله مش منطق الحكم اللي هن ربيوا عليه، والحاكم اللي انا حاكم ايه عم بحكم باسم الله. لحظه، القاضي بس يحكم باسم الله والشعب مش هيك؟ مرات حكم القاضي عن جد بتقول في حكم الله بدأ؟
أنا ما شفت الله هيدا الحاكم اللي بيحكم باسمه القاضي مرات كتير، لأنه إذا حكينا على مدى، معلش لأول مرة بقولها، على مدى 40 سنة عم نحكي إنه في عنا قضاة، مش هيك؟ أحكامهم كانت سياسية، مش هيك؟ باسم مين حكموا؟ باسم الله؟ الله برأ من الحكم تبعكم. لازم حتى القاضي بدك ترجع لسفر القضاة، سفر الحكمة، وتحكم بعدل، مش كيف ما كان. هونا هاي لون نقل اليوم، هاي لون هيك قريبة. شو بعرفني هيدا الأحمر الزهر هيدا، خدت 2 بالغلط. يلا معلش بقرأ التاني. الرب صالح ومستقيم يرشد الخاطئين في الطريق. والتاني بتقول الرب يبارك شعبه بالسلام. اوه هودين الرب بوقت، بدي اقول لك الرب اللي عم بيعطي الناس القوة على التحمل. انا سألوني كتير، ابونا ليش ما بيصير في ثورة بلبنان؟ ليش الكنيسة ما بتعمل ثورة؟ بقول لهم بكل بساطة، الرب عم بيعطي سلام بقلوب هالناس. ما رح تتوقع ابونا قديش في سلام بقلوب الناس بالرغم من كل الفجور الموجود. مزبوط. والتعتير والذل والاحتقار والضغط والاختناق اللي عايشون لبنان، بس الله سبحانه ربنا عم بضخ شوية سلام للعالم تضل كالم. عرفت كيف؟ بيروحوا على القداس بيرجع بقول لا لا لا، مزبوط في ثورة براسي وعلى لساني وبقلبي ريج وغضب بركان بده ينفجر، بس بعد في الله يا جماعة. أنا ناطر الله، أنا بعدني على كلمة إنه الله عم بيشوف الظلم، والله بيعرف قديش شعبه واللبناني مظلوم، والله بده يعمل ريتريبيوشن، بده يرجع يقوم هالقوة إذا بدي سميها قوة كلمته بين الناس. بس على وقت الله. نشالي ذلك بده أطلب من الناس هيك بكلمة حلوة، بدي أقول لهم نيالنا إذا رح نعرف زمن افتقاد الرب لإلنا، وإذا عن جد وعينا لزمن افتقاد الرب لإلنا، وإذا لا رح نضلنا بحالة بكاء وصريف أسنان عايشين جهنم. نحن شعبنا عايش إن شاء الله مثل ما قلت أبونا بعد هالموت بنلاقي أيام أكيد. وأنا بدي أشكرك كل قلبي. Thank you بيير. الله يديمك والله يبارك رسالتك وخدمتك الكهنوتية وخدمتك الأبوية، وهيك هالسلام اللي بتعطيه للشخص. أنا بجي بنزعلك حلقتك، بس هيدا أنت بتشي بتولع لي إياها. أنا لأنه بنقل هيدا المطلوب، نبض الشارع بجيبه معي وبقول لك هيدا وجعي ووجع الناس. بس أنا عندي رجاء وبقول لك بعدني شايف العالم بمطرح، وشايف إنه ربنا عنده شيء، عنده شيء يقوله من خلالي ومن خلالك ومن خلال كتير ناس حابب يقوله، بس بوقته. ورح يعمل الزلزال اللي بموت يسوع المسيح زلزل العالم، وبقيامته زلزل العالم باتنينتهم. لبنان اليوم في موت، بس في زلزال عم بزلزل قلوب الحكام كلها سوا، رح يزلزل. وبكرة بقيامته رح يعمل زلزال تاني. خلينا نترقب ونشوف. أبونا شكرا كتير لألك. أخوتي صحيتنا انتهت لليوم، بتمنى لكم بقية نهار مبارك. الله معكم.